أن هذا الفيلم ما كان فيه حتى انتقاص من الذات الإلهية، بل بالعكس كان فيه تمجيد للعدالة الإلهية وللرحمة الإلهية في مخيلة بنية صغيرة، وورى أن الإسلام ما عندوش موقف محسوم في قضية تمثيل الذات الإلهية من عدم تمثيلها. احنا السنة ما نمثلوش، ولكن اخواننا الشيعة اللي هم مسلمين ما نكفرهمش، يمثلوا الذات الالهية ويمثلوا الانبياء والرسل والصحابة، وهذا عندهم مألوف. والفيلم هذا ايراني، ثم ورى بان الفيلم هذا كان مرخص فيه من وزارة الثقافة من خلال لجنة فيها حتى ممثل وزارة الشؤون الدينية. فبالتالي هذه فضيحة، رسالة أخرى نبعثها إلى العالم الخارجي. باش نقولوا لتونس قاعدة تنحرف، ثقافة استبدادية خطيرة جدا،